مساء الخير. النهاردة هنعمل لازانيا من أحلى أنواع الباستا اللي ممكن تعمليها. أول خطوة معانا هنعمل عصاج اللحمة. في طاسة هننزل بمعلقتين من الزيت، عليها بصل وفلفل، وهننزل باللحمة اللي معانا، نسيبها تتشوح. بعد كده هنبهرها بالملح والفلفل الأسود، وعليها كوباية ونص من عصير الطماطم، ومعلقة من معجون الطماطم، ونص كوباية من المية الدافية، ونسيبها لحد ما تستوي. بعد كده هنعمل صوص البشاميل. في طاسة هننزل ب5 معالق من الزبدة، وعليهم 5 معالق من الدقيق، وعليهم لتر ونص من الحليب، ونبهرهم بملح وفلفل اسود، ونسيبها لحد ما الصوص يتقل. دلوقتي هنجهز الصينية. في صينية هننزل بشوية من البشاميل، وعليها شرايح اللازانيا، وعليها عصاج اللحمة، وهكذا لحد ما نخلص كل الطبقات اللي معانا. واخر حاجة هننزل بيها الجبنة الموتزاريلا، هنرش على وش الصينية كلها، هندخلها الفرن لحد ما تستوي. اللازانيا بستخدمها مش مسلوقة، بتديني نتيجة ممتازة. وبكده وصفتنا النهاردة انتهت. ما تنسوش الفولو، كمان دعمي على اليوتيوب.